والآن جولة على المشهد السياسي مع زميلة جوزيفين ديب. مساء الخير جوزيفين. مساء الخير سمر. فينا نقول هلأ بلشت تتحرك الأمور داخليا مع ما سيرافق هذا الأسبوع من جولات الخماسية، مع لقاء اليوم التشاور مع حزب الله، مع ما بعرف تحضير لجلسة تمديد للبلديات. عندك تفضلي. كلهم مع بعضهم، يعني من بعد فرصة الأعياد رجعوا اجتمعوا كلهم مع بعضهم. خلينا نشوف سوا. بعدما كشفت الجديد قبل أيام عن المسعى القبرصي الذي وعد به الرئيس القبرصي في زيارته لبنان بعرض ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يبدو أن حظوظ المحاولة القبرصية المبنية على مصلحة مشتركة مع لبنان معدومة. إذ دعا وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل إلى اجتماع استثنائي لمتابعة الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط ومحاولة التهدئة، أما ملف اللاجئين فهو غير مدرج على جدول الأعمال بالشكل المطلوب لبنانيا وقبرصيا. ففي العادة يحتاج هكذا قرار إلى ضوء أخضر سياسي غير متوفر بعد بفعل معارضة فرنسا وألمانيا وتصميمها على إبقاء البنود المتعلقة باللجوء كما سبق أن نصت منذ العام 2011 والقائمة على العودة الآمنة إلى المناطق الآمنة. هذا بالإضافة إلى أن أي تعديل لبنود اللجوء يحتاج إلى آليات تقنية يتم التحضير لها في اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي أولا قبل عرضها على وزراء خارجية دول الاتحاد، وبالتالي فإن الأمرين غير متوفرين في اجتماع الثلاثاء الاستثنائي. أما في حال طلب الفريق القبرصي مناقشة هذا الملف في المرحلة المقبلة فهو سيحتاج إلى آلية طويلة من الدرس والنقاش قبل إقراره، لكنه سيكون مدعوما من الدول المطلة على المتوسط أي اليونان وقبرص وإيطاليا وإسبانيا المساندة للمطلب اللبناني على اعتبار أن مصلحتها مع لبنان مشتركة في منع الهجرة من لبنان عبر البحر إلى شواطئ هذه الدول. إلا أن أي قرار يصدر عن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إجماع 27 دولة، وهو أمر ليس متوفرا بعد بسبب فيتو فرنسا وألمانيا. أما مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي سينعقد في أواخر شهر أيار المقبل، فهو سيعقد بصيغته الثامنة، وهو مخصص لتمويل المؤسسات الدولية الممولة للاجئين السوريين في بلدان اللجوء. في مؤتمر بروكسل سيصطدم طرح تمويل اللاجئين في بلدهم الأم لتشجيعهم على العودة عبر مشاريع زراعية وصناعية صغيرة بإشكالية مستجدة. أن أوروبا اليوم ليست كأوروبا الأمس بسبب الأزمة الاقتصادية الملمة بها، وبالتالي فإن حجم التمويل يتضاءل عاما بعد عام. وبانتظار خطة الحكومة وخطة الأمن العام التي تحاول معالجة الملف داخليا، يعود الملف الرئاسي من بوابة سفراء الخماسية في زيارات سيقومون بها الأربعاء إلى رئيس تيار المرد المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، على أن تجتمع الخماسية أيضا يوم الخميس مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بغياب السفيرة الأمريكية، وتلتقي كتلة الوفاء للمقاومة يوم الخميس أيضا بغياب السفير السعودي والسفيرة الأمريكية. وجديد مواعيد اللجنة الخماسية لقاء سيجمعها مع وفد كتلة الوفاق الوطني برئاسة النائب فيصل كرامي وكتلة الاعتدال يوم الأربعاء عند الخامسة مساء في مكتب الاعتدال ورئيس حزب الكتائب سامي الجبيل. من جهتها استأنفت كتلة الاعتدال نشاطها الرئاسي أيضا، فزار عدد من نوابها كتلة الوفاء للمقاومة وسمعوا منها موافقة على الحوار لإيجاد مخرج رئاسي، على أن يكون الحوار برئاسة الرئيس نبيه بري ومن دون قيد أو شرط. كتلة الوفاء للمقاومة طلبت من الاعتدال: إياكم أن تيأسوا أو يصيبكم الأحباط وثابروا في مسعكم. توجهت النائبة ستريدا جعجع مع وفد من رؤساء بلديات بشري واتحاد البلديات إلى وزارة الداخلية، حيث التقت وزير الداخلية بسام المولوي وطلبت منه أن يستدعي رؤساء بلديات المناطق اللبنانية كافة لتطبيق تعميم الوزارة الذي يبقي السوريين الحائزين على أوراق رسمية ويعيد الآخرين إلى المناطق الآمنة في سوريا.
النائبة جعجع اعتبرت أن هذا المطلب مطلب لبناني جامع. أقل قضاء في سوريين بلبنان هو بشلة. منشوف مثلا بالشتي عنا تقريبا بين 900 لـ1000 عامل بالشتي، بالصيف لأن عنا موسم التفاح بنوصل للـ1700 1800 ماكسيمم 1900. إذا منشوف بقية الأقضية مثلا بياخد البترون في 40,000 سوري، ناخد مثلا صغارتها 62,000، الكورة 30,000، كسروين 50,000، المتن 150,000، يعني إذا بنجمعهم كلهم سوا جبل لبنان مناطق المسيحية بالشمال بالإضافة لجزين، منشوف إنه في 830,000 سوري بهالمناطق. نحن تمنينا من معالي الوزير إنه يبعث ورا كل رؤساء بلديات لبنان يعمم عليهم هالمراسيم اللي نحن طبقناها بقضاء بشري، تنقدر بالقريب العاجل إذا الله بيريد من هلأ لفترة وجيزة من أصل هالمليونين سوري اللي موجودين بلبنان، واللي فهمت منه إنه في قسم كتير صغير منهم شرعي، يعني في حوالي 1.5 مليون غير شرعي، يرجعوا على بلادهم على المناطق الآمنة بسوريا. هيدا مطلب لبناني من أقصى شمال لأقصى جنوب، اليوم عم بيطلبوا إنه هالسوريين يرجعوا على مناطقهم الآمنة بسوريا، لأن ما بقى يحمل البلد. هالجرائم اللي صارت بآخر 3 أسابيع ممكن تصير بالجنوب، ممكن تصير بحيلا بقى على مساحة 10,452 كيلومتر مربع. بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الأربعاء المقبل، علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن أغلب الظن أن الاجتماع من أجل التحضير لجلسة نيابية لتمديد ثالث للمجالس البلدية والاختيارية بحجة العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب، مع الأخذ في الاعتبار أن محور الممانعة كان رأس حربة في التمديدين السابقين أيضا، ولم يكن هناك أي عمليات عسكرية في الجنوب، معتبرا أن هذا التوجه يدل على أن محور الممانعة وحلفائه خصوصا التيار الوطني الحر لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان حتى إشعار آخر. ودعا جعجع الكتل والنواب جميعا وخصوصا التيار الوطني الحر لعدم المساهمة في التمديد الجديد، ورأى أن تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية مرة جديدة طعنة إضافية في الجسم اللبناني الذي يعاني الكثير أصلا، وجريمة موصوفة بحق المواطن كما بحق الدولة ومؤسساتها. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد عبر منصة إكس بدقيقة مع جبران أن ليس كل النازحين مجرمين، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لترحيل كل معتد على القانون اللبناني والدولي. المطلوب مش اعتداء، مطلوب ترحيل كل معتدي على القانون اللبناني والدولي وبعض الإجراءات السهلة والسريعة. 1، ترحيل السوريين من السجون اللبنانية فورا بقرار من وزيري العدل والداخلية. 2، ترحيل القوى الأمنية لكل سوري داخل على الحدود من معابر غير شرعية أو داخل على معابر شرعية بس معه بطاقة نزوح. 3، ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل. 4، نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح بقرارات من الداخلية والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين، وإلا اتخاذ إجراءات بحقها بحال رفضت. 5، طرد البلديات من نطاقها لكل سوري مخالف للقوانين. غادر إلى واشنطن وفد يمثل نواب قوى المعارضة يضم ميشيل معوض عن كتلة التجدد نديم الجميل، عن كتلة الكتائب جورج عيس، عن كتلة الجمهورية القوية ومارك دو والضحى الصادق، عن كتلة تحالف التغيير. ويعقد الوفد خلال الأسبوع المقبل اجتماعات عدة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة والكونغرس ومراكز دراسات وصندوق النقد الدولي، ومع مجموعات لبنانية أمريكية بهدف إيصال وجهة نظر المعارضة في ملفات عدة أهمها الحرب في جنوب لبنان وغزة في ظل حظر توسعها، وملف رئاسة الجمهورية وملف النزوح السوري. كما سيعقد الوفد سلسلة لقاءات تتعلق بالوضع الاقتصادي المالي والإصلاحات المرتبطة به. وسيستهل الزيارة بلقاء نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الأسبق ديفيد هيل، ويلبي دعوة إلى عشاء يقيمه على شرفهم عضو الكونغرس اللبناني الأصل ورئيس لجنة الصداقة اللبنانية النيابية الأمريكية اللبنانية دارين لحود.
ومع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا صبر. شكرا لك جوزيفين.